المشاهدين ونعود مرة ثانية لفقرة طبية أخرى. نلتقي هذه المرة مع الأستاذ الدكتور ناصر الغندور، وهو أستاذ جراحة المخ والأعصاب بطب القصر العيني. أهلا بحضرتك يا فندم ومساء الخير. أهلا بك يا دكتور ناصر. الحقيقة احنا موضوعنا مهم جدا متهيألي ويهم شريحة كبيرة جدا من الأسرة المسلمة، هي عملية جراحة الأعصاب عند الأطفال. ويمكن في موضوع مهم جدا هو موضوع مثلا الاعصاب عند الاطفال او التبول اللاارادي عند الاطفال اللي بيواجه كل اسره في بدايه تربيه الاطفال وهم صغيرين. نتكلم عن هذا الموضوع بالتحديد لاني وبعدين ننتقل لموضوع اخر مع الشركه. هو الحقيقه التبول الاارادي احنا كنا زمان بنفتكر ان هو وراء كل اسبابه حاجه نفسيه عند الطفل، الى ان دخلت الاشعه الترانيه المغناطيسي ودخلت في مصر منذ حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات، اكتشفنا إن في نسبة من الحالات يكون لها سبب عضوي. هناك مركز للتحكم في التبول ده موجود في أسفل النخاع الشوكي، حتى اسمها المخروط النخاعي، دي بتتحكم في التبول. المثانة لها جدار وفي أسفل المثانة بيوجد صمام، والمفروض في تناسق ما بين جدار المثانة والصمام اللي موجود بأسفل المثانة، بمعنى إنه لو حصل انقباض في جدار المثانة بيرتخي الصمام فبيتبول الطفل، والعكس صحيح، فلا حصل اشتباك في مركز التحكم اللي موجود في النخاع الشوكي ويصاب الطفل بالتبول الإرادي. هذا المركز تحت إشراف مركز آخر موجود في قشرة المخ، ده برضه افرض الظروف مش مواتية، الطفل قاعد في المدرسة بيتحكم في البول، بيطلع إشارات من قشرة المخ للمركز اللي موجود في النخاع الشوكي بتخليه الجدار بتاع المثانة يرتخي والصمام ينقبض فيتحكم في التبول. الأسباب إيه بقى يا دكتور؟ أسباب كتير، وهي ببساطة أي حاجة تحدث في مركز تحكم في البول اللي هو موجود في قشرة المخ أو موجود في منطقة المخروط النخاعي اللي هي أسفل جزء في النخاع الشوكي. إحنا كنا بنعالج الأطفال من زمان بإن إحنا نمنع عنهم السوائل ابتداء من المغرب، مفيش مانع نحط منبه جنب الطفل عشان يستيقظ في وسط الليل يروح دورة المية أحسن ما يتبول على نفسه. وجدنا ان في نسبه كبيره جدا تحسنت على هذه الطريقه مع الحاجات اللي هي بترفع الروح المعنويه بتاعه الطفل، ادويه، وهناك نسبه قليله جدا لم تبدو عليها اي استجابه. ده كان وراء اكتشاف مرض عضوي اسمه الحبل الشوكي المشدود. هناك شد بيحدث على المنطقه اللي هي اسفل المنطقه في الحبل الشوكي، وهذا الشد ما قدرناش نشخصه غير باشعه الرنين المغناطيسي، وهذا الشد بيكون سببه وجود التصاقات أو كيس دهني في منطقة الفقرات القطنية أو العجزية. وبمجرد التشخيص وجريات جراحات وتم فك هذا الشد الواقع على الحبل الشوكي، والأطفال دول اتحسنوا. فده الحقيقة كان بيمثل نسبة من الحاجات الربوية، الأمراض الربوية اللي بتتسبب في التبول. هناك أسباب أخرى عديدة زي التهابة المثانة، إصابات الرأس وإصابات الحبل الشوكي، ووجود ورم في منطقة المخ في قشرة المخ، في أسباب أخرى عديدة، لكن اغلب الاسباب بيبقى نفسيه وجزء قليل منها عضوي. الحقيقه اسمح لنا يا دكتور نتوقف قليلا، اعزائي المشاهدين نتوقف مع حضراتكم قليلا حتى يرفع شعار اذان المغرب لنعود نستكمل. مساء الخير. رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعزائي المشاهدين مره اخرى نعود لاستديوهاتنا في مسبيرو وسبيتات على الهواء لبرنامج مساء الخير، ومعنا الاستاذ الدكتور ناصر الغندور. ناصر الغندور استاذ جراحه المخ والاعصاب، اهلا بك. اهلا وسهلا. نكمل لقائنا بقى. نكمل لحضرتك يا دكتور ونسال بقى، نقول نتعمق اكتر، يعني يمكن كتير كمان من الساده المشاهدين بيهمهم موضوع المخ والاعصاب خاصة بالنسبة لكبار السن حتى أو صغار السن. مدى بقى تحكم فعلا فقدان الذاكرة، الأشياء اللي ممكن تصيب فعلا، أمراض اللي تصيب المخ مبكرا. مفيش شك إن المخ أهم عضو في جسم الإنسان، والدليل على كده إن هو هناك وظائف عديدة جدا في المخ. رغم التقدم العلمي الكبير إحنا بنعيش فيه دلوقتي، إحنا مش عارفين إزاي بتتم. يعني النور، الذاكرة، التفكير، ودي حقيقة يعني بيوريكي أجهزة العقل الخالق عز وجل. مش عارفين هذه الوظائف ازاي بتتم، ومش عارفين ابعادها. كل جزء في المخ مكلف بوظيفه معينه، كل جزء مكلف باستقبال الحواس، حاسه الابصار، حاسه السمع، حاسه الشم، تذوق الاكل. هناك جزء اخر او منطقه مكلفه بالحركه، بتطلع اشارات من المخ، الجهاز الحركي، وتلاقي جسمه يتحرك. منطقه اخرى مكلفه بالاحساس، منطقه اخرى مكلفه بالنطق، الكلام. هناك مركز مكلف بتدبر الامور واصدار القرارات والعقل.
هناك مركز مسؤول عن الاتزان، هناك مركز مسؤول عن الذاكره تخزين المعلومات واسترجاعها، هناك مركز مسؤول عن الوظائف الحيويه، هناك الغده المقاميه بتفرز هرمونات بتتحكم في جميع الغده الموجوده في جسم الانسان، وبالتالي بتجد المخ ان هو مسيطر على كافه اجهزه الجسم، واي حاجه عضويه بتحدث في المخ وخصوصا في اولى سنوات عمر الطفل بتؤثر على معدلات نمو الطفل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الطفل المفروض ان هو بيمشي عند سن معين، بيقف عند سن معين، بيتعرف على امه او والدته في سن معين، لو حصل شيء عضوي في المخ تتاخر معدلات النمو، بدل ما يمشي عند سن سنه تجديد يمشي عند سن سنتين. وهنا الام ما كانتش مدركه لهذا الكلام. الاسباب ايه بقى؟ الاسباب كتير وعديده، والحقيقه يعني الاسباب دي تبدا من قبل الجواز. 80% من مشاكل الجهاز العصبي او امراض الجهاز العصبي عند الاطفال بتكون متعلقه بحاجات حصلت اثناء الحمل او اثناء الولاده او في اولى حاجات وراثيه او في اولى سنوات العمر او امراض وراثيه. زواج الاقارب، حمل السيده وهي اكبر من سن 40 سنه. الامراض الوراثيه، لو نقلنا فتره الحمل دي فتره مهمه جدا، لو الام اخذت عقاقير بدون اشراف طبي تعرضت للاشعه، خبطات البطن اثناء الولاده برضه لو قل نسبه الاكسجين عند الطفل. اعتقد النهارده عبد المجيد والساده المشاهدين والسيدات اللي حوالينا، لان كان عندنا الدكتور برضه بيتكلم على الاسنان وربط نفس الاشياء بفتره الحمل بالنسبه للام، فاذا هي فتره مهمه جدا بتاثر على الطفل مستقبلا. احنا قبل ما نعرف المخانه في سؤال مهم جدا واختلف عليه الفقهاء والعلماء والطب الشرعي، هو موضوع مرض جزء المخ. انا عايز بس حاجه يعني رايك في سريعا كده قبل ما نختم اللقاء. هذه مشكله ولغايه دلوقتي يعني مختلفين عليها في مصر، لكن دوليا اتحط لها معايير معينه، ولا زالت هنا النقابه يعني بتدرس الموضوع بجديه علشان نقل الاعضاء وزرع الاعضاء والحاجات دي. هو لو ثبت موت المخ فعلميا ان هو الشخص ده لا يمكن ان هو يسترجع، حتى لو القلب شغال ما بطلش، حتى لو الاجهزه بالظبط كده، لان هو لو ثبت، وهذا بيثبت علميا واكلينيكيا بحاجات معينه، وبيتعمل رسم للمخ وبيطلع يعني الاستجابه بتاعته ما فيش اي ذبذبات كهربائيه في المخ، فبنعرف انه ليس هناك اي امل ان المخ ده يرجع يشتغل تاني. القلب ممكن ينبض شهر واثنين وثلاثه ويفضل المريض على جهاز تنفس صناعي. شيل الاجهزه خلاص بياخد على الوقت الحقيقه. ففي حقيقه لغايه دلوقتي القضيه يعني لم تحسن بعد الحقيقه. شكرا دكتور ناصر وسعداء بلقائك، كل اللقاءات متعدده باذن الله. مساء الخير. شكرا جدا، اهلا وسهلا.